حميد زاهر، فكر حالك مين بانتر؟ ليك انتو ثلاثة، معكم خمس دقايق لتكونوا هون، ما بدنا نتأخر ماشي؟ ليش لابسين أبيض؟ اتفقنا نلبس رمادي كلنا اليوم؟ ليك انت وياه، خمس دقايق بدكم تكونوا هون، يلا ما بدنا نتأخر على التي بارتي. شو سيجار؟ ايه جيب لك شي اثنين ثلاثة بسرعة يلا الحقني. لك كم شنطة حامل معك يا زلمة؟ قلت لك ما بدنا أكثر من شنطة، رايحين كامبينج مش طالعين على أمستردام. تاكسي؟ طلعك تلعب الباص معنا صلك. يلا ناطرك هون. شو بخصوص بالقعدة هون؟ تنصحني آخذ الحمرة أجار يعني؟ ليش لبسي زهر؟ قلت لك رايحين على العزا، يلا روحي غيري على السريع. شو معكم بالكيس حبيبي؟ قلت لك مكواية ما تجيبها، معش تساع. افتح لي الشنطة على السريع. ايه تاني سحاب في كتاب الأكاونتينج. وإذا حامل يعني كاميرا غالية مش رح تصير بروفيشنال فوتوغرافر من أول نهار. ما حتصنع الشعرات حبيبي؟ قلت لك عنا تصوير يلا. Hello darkness my old friend.